مين اللي عاوز ربنا يغفر له ذنوبه؟ مين اللي عاوز ربنا يتوب عليه؟ مين اللي عاوز ربنا يرحمه؟ إذا أنت عاوز ربنا يرحمك تعمل إيه؟ إذا أنت عاوز ربنا يبيض وجهك يوم القيامة تعمل إيه؟ إذا أنت عايز ربنا يسكنك الفردوس الأعلى تعمل إيه؟ إذا أردت أن يرحمك ربك ارحم خلق الله. أنتوا حافظين الحديث: من لا يرحم لا يرحم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ربنا سمى نفسه الرحمن الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. الله رحمن ورحيم، وسعت رحمته كل شيء. سيدك النبي اللهم صل عليه يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الرحمة 100 جزء. الرحمة مش جزء واحد، 100. أنزل في الأرض جزءا واحدا به يتراحم الخلائق، حتى أن الدابة ترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبهم. حتى الرحمة في الحيوانات، الرحمة رحمة عامة. كل الرحمة اللي في الدنيا جزء واحد، والله ادخر عنده في الآخرة 99 جزءا. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم في الدنيا والآخرة، اللهم أمين يا رب العالمين. الرحمة لا تنزع الرحمة إلا من شقي. الإنسان اللي قلبه قاسي إنسان شقي. قال الله في القرآن عن اليهود: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. المؤمن قلبه لين، المؤمن هين، المؤمن يرحم الناس، المؤمن مليء قلبه بالرحمة. حبيبك النبي تصلي عليه. قال الله عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي اللهم صل عليه رحمة للعالمين. طب وأنا وإنت هل في رحمة عندنا؟ هل الإنسان عايش وهو حنين؟ هل الإنسان عايز ربنا يرحمه؟ إذا أحببت أن يرحمك ربك عليك أن ترحم خلق الله، عليك أن ترحم الناس، عليك أن تعيش في رحمة الله. لأن من لا يرحم لا يرحم. فالمؤمن عليه أن يتحلى بخلق الرحمة. حبيبنا النبي اللهم صل عليه زكاه ربه فقال: وما أرسل سورة الأنبياء: وما أرسلناك إلا رحمة، مش للمسلمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله رحيم، ورسوله صلى الله عليه وسلم جسد الله رسالته في الرحمة فجعله رحيما، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. الرحمة، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الإيه؟ الواحد. المؤمنين زي جسم واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. لما عين الواحد توجعه الجسم كله ما ينامش، متأرق في أرق. لما يجيله مغص العينين ما تنامش ولا جسد يهدأ. ليه؟ كل الجسد جسد واحد. الأمة كلها يجب أن تكون كده. مش المسلم واحد مستريح والتاني تعبان، التعبان التاني تعبان. لا، دي مش رحمة. الإنسان اللي عنده رحمة يحب الخير للكل، يتألم للكل. ليس منا من بات شبعانا وجاره جائع وهو يعلم. حبيبك النبي اللهم صل عليه، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إزاي نعيش بالرحمة؟ إزاي يبقى عندنا رحمة؟ عاوز تعرف الرحمة تعيش بيها إزاي؟ توحد الله الأول وتقول لا إله إلا الله. أول حد يجب أن ترحمه مين؟ عد معاي. أول حد المفروض ترحمه نفسك، أدي واحد. اثنين، أبوك وأمك الوالدين ترحمهم، بتعمل معهم إيه؟ هنقول. ثلاثة، البيت، خش جوه البيت بقى، الزوجة والأولاد عامل معهم إيه؟ خواتك وخالاتك وأعمامك وقرايبك، صلة الأرحام عامل فيها إيه؟ علاقتك بالمسلمين كلها شكلها إيه؟ الرحمة دي عشان تعيش بيها لازم العناصر دي تشتغل فيها. أول حد يجب إنك ترحمه نفسك. ارحم نفسك من النار. النار لو الواحد فينا دخلها خسر كل حاجة، لا ينفع بيت ولا غيط ولا دار ولا شغل ولا مال ولا عيال. قل إن الخاسرين الذين خسروا إيه؟ أنفسهم. قول، ما تبلاش، كمل معايا الآية. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم. اللي يخسر نفسه هيكسب إيه؟ والله لو معك مال أقول ولا عدنه لازمة. نفسك الأول اللي بين جنبك ارحمها. قال الله في القرآن:
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم إيه؟ ناراً. قوا نفسك الأول قبل أهلك. الترتيب مقصود. سيدنا إبراهيم لما دعا قال رب اغفر لي الأول أنا وبعدين والدي وبعدين للمؤمنين يوم يقوم الحساب. أنت رايح فين؟ انت ماشي زي ما انت ماشي كده. ملك الموت جه على باب الجامع دلوقتي وقبض روحنا كلنا بعد الصلاة على طول. حد فينا هيتبسط ولا كلنا وانا اولكم هنقول يا رب خلينا ساعتين نتوب؟ فيه مظالم عايزة ترجع، فيه توبة عايزة تتعاقد بيني وبين ربنا، فيه معاصي عايزة احوشها، فيه هتلاقي انا وانت فيه لسه كبيرة عايزة تتعالج. الحق الحق انوي. ازاي ترحم نفسك؟ تهون عليك نفسك؟ ازاي الانسان لا ينقذ نفسه من النار؟ انقذ نفسك من جهنم، نقي نفسك. اذا كان الانسان في معاصي يتوب، والله يقول وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول التائب من الذنب، التائب من الذنب، ايوه قولوا معايا التائب عشان ما حدش يسرح، التائب من الذنب كمن لا ذنب. ركز في الحديث كده، يعني اللي عمل ذنب وتاب يتمسح. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. ده مش كده وخلاص، ده انت لو عملت مليون سيئه وتبت ابشر الله هيبدل لك السيئات ايه؟ حسنات. ومن تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ارحم نفسك بالتوبه، ارجع لربنا. اسال سؤال، كم واحد فينا صلى الفجر؟ كم واحد صلى الفجر؟ ده احنا جايين للجامع واغلب الناس جايه بعد الشيخ ما طلع المنبر، والناس جايه كسلانه وبطلانه، يعني يا ريت يرفض الجمعه حتى. ايه ده؟ لازم الانسان يفوق. انت العصر فين ولا انا فين؟ ما تعرفش. الميكروفون ده ممكن يزيح عليا او على حضرتك. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، لكن ده انا جاي اصلي ودماغي في البيت والغيط والدار والمال والعيال، وانا يمكن مكتوب من الميتين النهارده. عايزين نلحق نفسنا قبل ما نضيعهم. انت هترحم نفسك من النار ولا لا؟ توب. اذا كنت مقصر في صلاه الفجر الحق راجع تاني نفسك. اذا كان فيه للناس حقوق الحق رجع لها حقوقها تاني قبل ما تقابل رب كريم. انتوا حافظين الايه يوم لا ينفع مال ولا عيالي اللي انا مشغول بيهم دول هيحطوني في التربه ويرجعوا، محدش هيخش معايا. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول ايه؟ يبقى تروح لوحدك زي ما اتولدت لوحدك. عملت لنفسك ايه؟ عبدي. الله يقول رجعوا وتركوك وفي التراب وضعوك ودفنوك ولو ظلوا معك ما نفعوك ولم يبق لك الا انا وانا الحي الذي لا يموت. عملت للقبر ولا ما عملتلوش؟ ارحم نفسك، الحق فوق. لو انا واخد مراسي ولا حق اخواتي ارجعه تاني، ارجعه تاني. لو انا باكل حرام ابطل، لو انا عاصي اتوب، لو انا ما بصليش الفجر اصلي، لو ناوي اني اعمل ذنب اقلع عنه. اول واحد ترحمه نفسك، ادي واحد. اتنين، ابوك وامك عامل معاهم ايه؟ هترحمهم؟ خلي بالك ربنا يقول في القرآن وقل رب ارحمهما كما ربياني ايه؟ عامل ايه مع الشيبة اللي في البيت ده والست الكبيرة اللي في البيت؟ بتقبل ايده ورجله ولا لا؟ ده الجنة تحت رجليه، مش حتى فوق منها، تحت. الزمها فإن الجنة عند رجليها، حديث النبي اللهم صل عليه. بتقبل ايديه ولا بتزعجله؟ بتصالحه وتراضيه ولا مش حاطط اعتبار ليه؟ خلي بالك، راجل مرة ماشي صعيدي بيبيع الجلل حملها على ظهره، وابوه الاخر شايل شيلة وماشيين الاثنين سوا. الاب راجل كبير اتعطر وجع، الجلل اتكسرت، الولا كان واد عاق، نزل الجلل على ظهره بتاعته ما اتكسرتش، وجه رايح على ابوه ياخد الجلل ويضربه على دماغه. ليه كسرت الجلل؟ ليه كسرت الجلل؟ لما كسر راس ابوه من كتر الضرب. الناس قاعده بتجري وتحوش، يردوا الاب يقول لهم سيبوه. ليه؟ قال لهم لقد كنت في هذا المكان اضرب ابي منذ 40 سنه. افعل ما شئت فكما تدين تدان، اللي هتعمله معاهم هيتعمل معاه. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. أنا عايزك تصلي على سيدك النبي محمد اللهم صل عليه.
ازاي تبر ابوك وامك وقل رب ارحمهما، رب اغفر لي ولوالدي، الاب والام بابان مفتوحان من الجنه او من النار. حابب تروح الجنة فيهم روح، حابب تروح النار بسببهم روح، زي ما انت عاوز تعمل اعمل، بس خلي بالك اللي تعمله فيهم هيتعمل فيك. ركز. ووصينا الإنسان بوالديه، في إحسانا وفي حسنا وفي وصينا الإنسان، بس في لقمان ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على ده. الواحد فينا لو لابس جاكيت ساعتين ولا ثلاثة عايز يرميه، دي شايلة في بطنها 9 شهور، تنام وتقوم وتنام وتقوم وتاكل وتشرب وتسرح وتروح وهي شايلة، وتحط وتولده ويتربى ويكبر بعد كده يشوط هتتشاط، يا فاحت ما تغوط ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. يبقى أول حد يجب ترحمه نفسك، تاني حد يجب ترحمه أبوك وأمك وقل رب ارحمهما، ثالث حد يجب ترحمه جوه البيت. عامل ايه مع زوجتك وعيالك؟ بتتعامل ازاي الانسان مع زوجته؟ خيركم خيركم لاهله. في واحد قدام الناس ملاك طاهر وفي البيت ما ينطقش، علما بان النبي محمد اللهم صل عليه يقول خيركم خيركم لاهله. الست اللي الانسان تزوجها دي وايديها مع ايديه تغسل وتكوي وتاكل وتشرب وتنظف وايديها بايد رجلها، ما تتشكرش ما تتشكرش، ده ربنا يقول في القرآن هل جزاء الإحسان إلا الإيه؟ ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. حبيبنا النبي اللهم صل عليه لما أخذ الزواج بين الرجل والمرأة قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة وإيه؟ ورحمة. مودة ورحمة، في رحمة ولا الواحد عايزها جاي ما قاعدة طول الليل حتى ما فيش كلمة طيبة، ما فيش جزاك الله خيرا، ما فيش الله ينور عليكي، وإما تبقى أكلة تعبانة شوية الدنيا جامد وما خلصتش، هي دي الرحمة. هو ده الإنسان المفروض يترحم في بيته، الإنسان اللي جوه بيته حنين رحيم لطيف. حبيبنا النبي كان كده، ما تصلوا عليه اللهم صل على محمد، كان حنين كان رحيما صلى الله عليه وسلم. عيالك عامل معاهم ايه؟ الحسن والحسين جم على النبي مساكم وقاعد يبوس فيه، الأقرع ابن حابس كان غليظا قال له يا رسول الله وانت بتحب العيال الصغيرة؟ قال له اه، قال له ده انا عندي 9 عيال ما حبيتش واحد منهم قبلة، 9 بيشوط فيهم برجليه كده، والعيال نعمة هيدعي لك في تربتك بعد ما تموت، اذا مات ابن ادم انقطع عمله ومحدش هيشوف، مالكش موت انقطع العمل الا ولد صالح يدعو له. امتى الولد هيبقى صالح منك انت؟ لما تحتضنه وتاخده في حضنك. النبي خد الحسن والحسين يحبهم، الاقرع ابن عابس يقول له بتحبهم؟ ده انا ما بحبهمش. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا اصنع لك وقد نزع الله الرحمه من قلبك؟ من لا يرحم لا يرحم. ركز في الكلام، الدنيا مش دنيا وخلاص، الدنيا انت عايش فيها ايام هتتحاسب على اللي انت فيه، الايام وعمرك اللي انت قضيته ده عملت فيه ايه؟ رحمت مين فيه؟ رحمت نفسك؟ رحمت والديك؟ رحمت زوجتك؟ رحمت اولادك؟ انا احكي لحضرتك قصه بعد ما تصلي على سيدك النبي اللهم صل عليه. انا بس نفسي الناس تصلي بنفسي شويه، يعني ما اقول اللهم صل على النبي تقول اللهم صل عليه من قلبنا، واحنا حابين ان احنا نصلي على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد. واحده ست معاها عيلين في ايديها 3 تمرات، ادت للواد الاولاني تمرايه وادت للتاني تمرايه وعاوزه تاكل التمرايه الثالثه. العيال من شدة جوعهم كل واحد كل التمرايه بتاعته بسرعه وقعدوا يبصوا من التمرايه اللي في ايدين امهم. امهم جت مطلعاها من حنكها وما رضتش تاكلها، وجت قسمها نصين رحمه وحنان منها، وادت للاولاني نص وادت للتاني نص. الراجل اللي شافها راح يبين ويحكي الموقف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله وانا جاي شفت حاجه غريبه خالص، شفت ايه؟ قال له حصل كذا كذا كذا، قال له ارجع للمراه واخبرها ان الله سيرحمها يوم القيامه برحمتها لولديها. وعنه انه قال التائب حبيب الرحمن والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واصلي واسلم على سيدنا رسول الله
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب. الرحمة، ارحم نفسك، ارحم والديك، ارحم زوجتك، ارحم أولادك، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي صلى الله عليه وسلم. طيب الرحمة اللي بعد كده، الرحمة عامة، الرحمة لكل المسلمين، وما أرسلناك إلا رحمة لمين؟ للعالمين. إحنا لازم نبقى زي سيدنا النبي. سورة الأحزاب تقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة إيه؟ حسنة، اتجلد بالرسول في رحمته، اللهم صل عليه. يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي. الإنسان اللي ما عندوش رحمة إنسان شقي، إنسان سيء، الله لا يحب قلب قاسي. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. المؤمن يرحم قرايبه، حتى اسمها صلة الرحم. عامل إيه مع الأرحام؟ أختك عامل معاها إيه؟ خالتك عامل معاها إيه؟ عمتك عامل معاها إيه؟ أولاد الأخوال وأولاد الأعمام وأولاد الخالات وأولاد العمات عامل معاهم إيه؟ هل في رحمة بينك وبينهم؟ هل بتصل الأرحام؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. المؤمن يصل رحمه، لكن النهاردة للأسف ساعات ما يرضاش يكلم أخته عشان خدت حقها، عشان خدت ميراثها. طب وهي لسه ما خدتش؟ والميراث ما بيتقسمش بعد سنتين ولا ثلاثة، بعد الميت ما يموت على طول، بعد ما يموت على طول. لأن لما بتقعد سنتين وثلاثة وعشرة، الحاجة المجرش بقت بمليون. كان مستخسرها بجرش هيديها بعد ما بقت مليون؟ لا، يقسم على طول. مات وترك، يبقى للبنات ياخدوا حقهم وللذكر مثل حظ الأنثيين. لكن نجات أخت عشان بتطلب بحقها؟ لا إله إلا الله. طب فين الرحم؟ فين صلة الأرحام؟ اديها عشان ربنا يديك. دخل على عيالك المال الحلال عشان يبارك في الذرية، لأن المال الحلال ينفع. أيما جسد نبت على حرام فالنار أولى به. لابد من إنسان يكون عنده رحمة بأهله، بإخواته، بأقاربه. إن الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن رب العزة: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. عايز ربنا يوصلك؟ صل أرحامك، ولو بالتليفون، ولو بالزيارة، ولو بالكلمة الطيبة. ادي الحقوق لأصحابها. آخر حاجة الرحمة العامة بقى، ارحم كل المسلمين، ارحم المسلمين من أذايا، ما أذيش حد. إذا كان لي جار ما زهكوش، إذا كنت هنروي أرض جاري ما نروش أرض، إذا كنت هنروي أرضي ما نروش أرض جاري معاها، ما نضرهوش. عايز يضبط الأرض بينه وبينه أضبطها. حب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا، وأحسن إلى جارك تكن مسلما. والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. أنا هنرحم، أرحم جيراني في الأرض، في الغيط، في البيت، في السيارة، اللي راكب جنبك في العربية ده ما هو جارك، ارحمه عشان ربنا يرحمك. لا ولع سيجارة في العربية ولا نأذي بها الناس، ولا أشرب مخدرات ما أذيش نفسي ولا أأذي الناس، أفعل الخير مع كل الخير. ده مش كده وخلاص، ده أنت اللي لقيت جارك محتاج ليك توقف معاه، لقيت حد من المسلمين عايزك تساند عليه. مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. أنا أختم بموقف حصل مع سيدك النبي، بس تصلي عليه الأول. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أعرابي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وظروفه تعبانة، فبيقول للرسول: اعطيني يا محمد. مش أنت رسول؟ اديني، فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك. الفلوس اللي عندك دي بتاعت المسلمين، لا هو مالك ولا مال أبوك. تتخيل واحد جاي يقول لك كده: اديني من اللي عندك، لا مالك ولا مال أبوك. كلام جامد ولفظ قاسي، ويقول لسيدنا النبي اللهم صل عليه. وأمسك بتلابيب الرسول صلى الله عليه وسلم. فالصحابة ساعة ما شافوا الراجل مسك في النبي قاموا جري ومزعلانين. فالنبي قال: لا، خليكم زي ما انتم، احملوا له على بعيرين، حملوا له جملين يا جماعة، حملوا له جملين. قال له: اتبسطت كده؟ قال له: لا، أحسنت،
ولا أجمل ولا جزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. قام الصحابة على النبي قال لهم لا برضو تعال اربطوا الجملين زي ما ربطوه. خدوا النبي عنده في البيت وضيفه، جاب له لبن وحط له طعام وأكله وشربه، وقال لهم زودهم كمان الجملين، خلوا الحملين بتوعهم يامه، زودوا له حملين. تخيل واحد بيشتمك تحمل له جملين، يشتمك ثاني تزود له أكثر العطاء. ايوه ما هو كان بيقابل السيئة بالإيه؟ اللهم صل عليه بالحسنة. فحمل له الجملين ووكله وشربه. هو قاعد مع النبي في البيت بيقول له يا أحسنت إليك كده كويس؟ قال له أنت كده مية مية يا رسول الله، اللهم صل، أحسنت وأجملت وجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. النبي قال له خلي بالك، الصحابة بره ما سمعوش الكلام ده وزعلانين، ولو شافوك هيزعلوك لأن أنت كده غلطت فيا. قال له نعمل إيه؟ قال له تيجي قدامهم وتقول عشان ما حدش يزعلك وأنت ماشي. فقال جه قدام الصحابة قال أحسنت وأجملت وجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا يا محمد. قام الرسول عليه الصلاة والسلام قال للصحابة إيه؟ أنتم عارفين أنا وأنتم الرجل ده زي إيه؟ قالوا له زي إيه يا رسول؟ قال مثلي ومثلكم كمثل رجل واحد عنده ناقة شردت وقعد الجمل يجري والناس تجري وراه يبعد أكثر، فقال خلوا بيني وبين ناقتي، سيبوا لي الجمل بتاعي. وأخذ من خشاش الأرض وقربه إلى الجمل، فأتى الجمل بين يديه، أما إني لو تركتكم عليه قتلتموه دخل النار وما أنا إلا رحمة للعالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أنا خلصت الخطبة، ملخص الخطبة عنوان كبير كده اسمه الرحمة. اطلع النهاردة من الجامع وانت ناوي تتغير، اطلع النهاردة من الجامع وانت ناوي ترحم نفسك من النار، انقذ نفسك، راجع نفسك، توب لربك. ادي بينك وبين ربنا. اثنين، صلى علاقتك مع والديك، حب على ايديهم ورجيهم وخليهم يدعوا لك. رقم ثلاثة، ادخل جوا بيتك، الزوجة لها حق عليك وأولادك، ارحمهم ارحمهم وانقذهم، ارحمهم من الشارع، ارحمهم من رفاق السوق، ارحمهم من التلفزيون والتليفون والمخدرات، انقذ عيالك عشان ينفعوك في تربتك. اللي بعد كده صلة أرحامك، والأخيرة ارحم الناس كلها عشان يرحمك ربنا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا ذنوبنا.